حكيم العمصي مريض زهايمر، زهايمر اند كريزي، تمام؟ بفتكرش حاجة، ملعق حل، كان شايف العذاب ألوان، كان بتغير له البنبرزة، قلت لك يا مرة لما نتوب عليه، أنا اللي بغير له إياها، تعذب جميع الألوان والعذاب والعذاب، وهو أنا آدم ملوش، أنت لو شلحت بنطلونه هتشوف العجب. اه بقوا يعملونا يطلقوا علينا الكلاب وبقوا يضربونا وتكسير ومش عارف ايش وقله اكل وكسرونا ذبحونا. ايش الظروف اللي انت عشتها؟ مش عايش اصلا، ما كنتش عايش، كنت ظلم، ضرب، اهانه، كل حاجه. والله معامله سيئه، الضرب والشتم، ورغم انه قلت لهم معايا قلب مفتوح وفحصني الدكتور وجبت في مستشفى عندهم 12 يوم رغم المستشفى والتعب الجسدي والسكر والضغط، كنت مكلبش من الشكل رجلي وايدي ومغمه. كيف كانوا يعذبوك؟ كل حاجه، كل انواع التعذيب. انا بالكهرباء تعذبت، في من الحالات يعني الحلوه انه لبسني لبس كتاب القسام وبدي ينزل لي بنفق، انا رفضت، والله عرض علي النفق وهي النفق وبدك تمرض غصب عنك، ولما رفضت قعدنا على كرسي كهرب وبلش فيه تعذيب.